السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجنا من القلعة بعد أن تجولنا سويا في هذا الميدان الرحب الذي جسد الحياة الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية للمجتمع اللبناني في فترة الأربعينات. في الخارج نرى تلك السيارة بيجو 2203 موديل 1955، أول سيارة للمبدع موسى المعماري الذي صمم ذلك المبنى وتلك القلعة وحقق حلم حياته. 9916 لبنان، هذا رقم السيارة البيجو. تلك هي القلعة من الخارج، هذا هو المبنى الذي رسمه ذلك الغلام داخل الصف وضربه عليه المعلم لأنه اعتبره نوع من السخرية. طلب منهم أن يرسموا عصفور فوق شجرة، فموسى رسم هذه القلعة وتلك القلعة وافترضها أنها حلم الحياة الذي أراد أن يجسده، وها هو الحلم يتحقق وها نحن نعيش به وفيه، وها هي دعوة الأم تتحقق. اللهم اجعل التراب الذي بين يديك يا موسى ذهب. فكان يتخيل موسى وهو مع أمه تربيه هذا النموذج، وتلك هي البيئة الجميلة في داخل هذا المجتمع. هل يمكن للمعلم، وهل يمكن لتعليمنا، وهل يمكن لواقعنا ولمدارسنا ولمجتمعاتنا وللقائمين على شأن وزاراتنا أن يعوا أن عملية التعلم الحقيقية لا تتم إلا بالإبداع وبالمشاركة، وأن تدفع ما بطاقات الأبناء بعيدا عن قمعهم وقهرهم ما بين كتب دراسية يحفظ ما فيها ثم بعد أن يلقوا ما بها في مخزون ورقة الاختبار إذا بها تخرج خارج هذا المشهد؟ كيف يمكن لنا أن نحول ما نعتبره حلم إلى واقع كما جعله موسى رحمة الله عليه؟ هذا هو الواقع. تأتي الأفواج من كل مكان، من لبنان وغير لبنان، لتكون في هذه في هذا الموقع الذي أيها الأحبة الكرام، مع دعوتنا إلى تدريس فعال يجب أن يتحقق دائما وأبدا. ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من داخل قلعة موسى المعماري في لبنان. لكم مني كل التحية. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت لتترجم إلى أرض الواقع إن شاء الله. صباح السلام.